كاس العالم كورونا الصباح كورونا غريب خلي كورونا تذكر نهين على والدي امين امين صالون الكوزينه ملينا ملينا من صالون الكوزينه ملينا ملينا من صالون الكوزينه وويلي ملينا ملينا من صالون الكوزينه ملينا ملينا من صالون الكوزينه ملينا ملينا من صالون الكوزينه يا غيلا من الروتين كنمشيو للكابينه كنمشيو للكابينه وعينا بالناس جناب ما طابوا علينا وكل شي على فري طيب يا قاتلينا على عجينا وقاتلينا على عجينا شرفة أنا الفيروس اليوم غتموت هاك دخل من هنا أنوري نيمك نيمك الفيروس أنا هذا ما خصني نمشي نتوضا باش نصلي أربعة خمسة ستة ثمانية بك يا شيبو يا اخي انت يا ابن شداد نعم شد راك ماذا تقول عبلة ما بها عبلة لن تراها بعد اليوم ماذا تقول 20 يوم ولماذا راهم في الحجر الصحي لقد هجم عليهم ذاك كوفيد 19 ماذا تقول لو يكونون في 100,000 سأقتلنهم وقطعنا رقابهم فأنا عنتر ابن شداد أبني عبس يا عبلة أنا قادم إليك يا عبلة أنا قادم إليك يا عبلة عنتر ابن شداد ما الذي أتى به إلى هنا يا عنتر يا عنتر طب
بابا يا مخا يا شبو كاتورس. إيه واش خرجك من الدار بابا خويا؟ الدنيا راهي مش مليحه خويا. ما هذا يقولون ان عبله لن تخرج 20 يوما وهي في الحجر الصحي. يقولون ان كوفيد 19 هاجمهم. والله لو يكونون في 30 او 40 ساقطعهم يا شبو كاتورس. يا ودي 19 دو تسفي من جفرسان. والله كوفيد 19 وقضى على الدنيا كلها عنتر خوي. راهو هذا الكوفيد هذا راهو قتل الشنفره وتعبط شر وقتل المهلل والدنيا راهي مش مليحه. انا متدري بما صار بكل الاقوام قوم بني عبس وبني مره والروم وقوم بحيرقه وقوم مزلوطه عنتر خوي قبل دار ربي عيشك الحاله راهي مش مليحه. أنت تعرف أن الموت لا تخيفني يا شبو كاتورس. واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطلي. فالموت لا ينجيك من آفاته حسن ولو شيدته بالجندلي. يا ودي وين الجندلي والقسطلي البلوط راه ما يجيبهاش عنتر خويا وش بيه كذا. ولازم انا وياك نهضروا على الاقل مترتين باه ما تقبضناش كورونا في اثنين. عنتر خويا خذ الراي وروح تروح وهاك لي غون وهاك الكمامه لا تعيش في ندمه واغسل يديك مليح عنتر خويا نوصيك. وجلجل يداك يا عنتره خير ما يصرى لك مثل الشنفره. روح تروح قبل دارك عنتر خوي. اذا نقول يا عبله يا حنونه سنلتقي بعدما تروح لنا الكورونا. شكرا طاب يومك يا شبو كاتورس. هاك تشوف خوي عنتر ابن شداد قوته وقفاسته ومراكته وهاو راح يحكم الدار. وخويتي انتي هاي حتى عبله حكم الدار. مالا بابا خويا احكم الدار. Alright!